العولمة من أكثر المصطلحات ترديداً في وسائل الإعلام، ودائماً ما ارتبطت بها عبارات صارت من قبيل البديهيات والأقوال المأثورة. الظواهر الإنسانية والتاريخية والسياسية ما فيهاش خير وشر. قصة العولمة المعروف أنه هي تستنفر في المجتمعات الصغيرة فكرة المقاومة. هل الدين لابد أن يكون صدفة مغلقة وشرنقة لا تقبل اقتحام مفاهيم وأفكار العولمة؟